السلام عليكم المتتبعين ديالي الكرام، سواء كانوا رجال او نساء، فانا كنحييكم من هذا المنبر وكنقول لكم شكرا 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 بزاف على التعاليق ديالكم الزويونه. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم في صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم لكم على افضل دواء لعلاج ووقايه العظام من الهشاشه وعلاج نقص الفيتامين دي والكالسيوم. فبالنسبة لهذا المكون الغذائي اللي هو الأوستيوكار كالسيوم، اللي عنده واحد تركيبة رباعية ممتازة للجسم اللي كنحتاجوها يعني بواحد الشكل يومي لاحتوائه على الكالسيوم، المغنيسيوم، الفيتامين دي 3، يعني الزنك، يعني هذه الأشياء كاملة كنحتاجوها للجسم ديالنا. فصراحة كاين الناس يعني اللي كياخذوا تغذية يعني هكايا غذاء كامل، يعني كيوفر هذه الأشياء للجسم ديالو. وكاين بعض الناس مثلا اللي ما كيبغيوش شي حاجات اللي هي مثلا نقدروا نلقاو فيها مثلا فيتامين دي او لا المغنيسيوم او لا الزنك، فهو ما كي مثلا ما كيبغيش يبلعها، يعني ما كتعجبوش، يعني اللوغو ديالها ما كيعجبوش. فمن الاحسن في هذا المكون الغذائي يعني فيه كل شيء كيف قلت لكم، هذا الاوستيوكار كالسيوم، فيه المغنيسيوم، فيه الفيتامين دي 3، فيه الزنك. لي صراحة يعني صراحة صراحة زبون بزاف، يعني فاش كنشارك معاكم شي حاجة يعني كنكون واخدها عن تجربة، يعني ديجا كنكون مستعملاها. فبالنسبة لطريقة الاستعمال هذا المكون الغذائي بالنسبة للدراري الصغار يعني كياخدوه على شكل سيرو، وبالنسبة للكبار يعني غياخدوه هكايا اقراص. عندنا وحدة في النهار يعني كتخد اما قبل الفطور اما قبل الغداء. بالنسبة للناس اللي كتعاني يعني من حرقة في المعدة، فمن الاحسن يعني تتاخد هكا شي حاجه، يعني مثلا هكايا شي حاجه ديال الديسير او لا دانون او لا شي سلطه هكايا، عادي يمكن له ياخذها ويكمل ديك الساعات الماكله ديالو. وبالنسبه للوليدات الصغار يعني كياخذوا معلقه كل نهار يعني قبل الاكل، يعني بالنسبه للوليدات الصغار تبارك الله راه ما يكونش كيعانيوا من حرقه في المعده او لا هاد الاشياء بحال هكايا. فنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، اللي صراحه كنجيب لكم شي حاجه اللي انا يعني واخدها عن تجربه، يعني اي حاجه شاركتها معكم فكتكون عن تجربه. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي عندي في القناه فهما كنقول لهم شكرا 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 مره اخرى على التعاليق الزوينه بحالكم، والناس اللي ما كيعرفونيش حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه مع مجد غوز. ان شاء الله دائما الجديد ودائما افكار يعني كنبغي نشاركها مع المتتبعين ديالي. فدابا ما عليا غير نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله وفكره جديده ان شاء الله.